فحبايبنا الشعب الياباني، الشعب ده معجزه، وقرر ان هو يعمل لنا اختراع عبقري ينقذنا من الحر والرطوبه بقى والفرهده دي كلها. اخترعوا بقى ايه يا ساره؟ اخترعوا تكييف بيتركب تحت الهدوم. نفسي اعرف يعني هو اللي فكر في الاختراع فكر ازاي؟ المهم ان الاختراع ده فعليا بقى موجود. موجود والله لحد دلوقتي. عبقري يعني اختراع عبقري بصراحه. الموضوع ببساطه بقى انه الشركه الوطنيه في اليابان قدرت ان هي تخترع جهاز بيتثبت كده على الجسم بيساعد في التبريد علشان يقدروا يواجهوا درجه الحراره العاليه، وده يعني كنا بنسمع عنه كده من فتره فاتت، لكن هو ما كانش موجود في الحقيقه في الاسواق على او على ارض الواقع. فيعني الحقيقه انه عبقري العمل الاختراع ده، وهم اليابانيين اصلا ما سابوش حاجه الا وعملوا لها اختراع واثنين وثلاثه. انا بشوف ساعات بتاعتهم اللي بيجيبوا حاجات بحس ان هم فعلا في كوكب تاني. المفاجاه بقى يا جماعه انه درجه الحراره العاليه دي هم قصدهم بيها ايه؟ 35 درجه حراره او درجه مئويه يعني. ما يعرفوش بقى ان الحراره اساسا لما بتبقى عندنا 35 احنا بنحتفل ان الجو لطيف والدنيا ربيع. يعني امال لو عرفوا بقى ان الجو عندنا بيوصل 41 و45 كمان، طلع نصعب عليهم جدا. ده هيعملوا لنا بقى اختراع نمشي كده بامبريلا او يعني عارفه اللي شمسيه بتنزل مطر علينا. يعني عندك حق يا هايدي، واليابان اخترعت جهاز حراري كمان ممكن تلبسه جوه الهدوم، واللي بيقوم بتبريد او تدفئه، يعني هو له استخدامين، تبريد او تدفئة الجسم الملامس للجهاز. يعني ينفع يتلبس في الصيف وكمان ينفع يتلبس في الشتاء، فحاجة في منتهى الجمال واختراع هينفعنا جدا في الوطن العربي تحديدا. ايه الجمال ده يا جماعة يعني. طب خليني برضو اقول لكم تفاصيل اكتر. بحسب كده اللي قالته موقع الشركة، الجهاز ده حجمه صغير جدا، بيقدر ان هو يبرد الجسم بكفاءة عالية قوي، وكمان في ميزة اللي هي ميزة الاستشعار علشان يقدر يحدد درجة الحرارة اللي الجسم محتاجها للتبريد بشكل تلقائي. يعني حلاوه على جمال على دلع كده، انا مش مصدقه ان في حاجه زي كده حصلت عندنا في الدنيا. ايوه هي لحقتها. هي اليابان مسؤوله عن الدلع العالم كله. مش بس كده، ده كمان في طوق رقبه مخصوص لتثبيت الجهاز ده، والجهاز نفسه محتاج حوالي 100 دقيقه بس علشان يتشحن، وبيفضل شغال بكفاءه عاليه جدا من 8 ل 61 ساعه، يعني تقريبا 3 ايام كده الا كام ساعه. فشيء جميل قوي ان انت تقدري تسافري بيه كمان او تروحي بيه على طريق طويل جدا، وتفضلي لو تكييف العربيه بايظ مثلا انت ممكن تستخدميه. في ناس هم هناك بيستعملوا كل مترو وحاجات يعني مواصلات. الاختراع بقى ده يعني تفتكري يا ساره مثلا ممكن يكون سعره كام؟ انا بتهيألي ان هو في اوله لازم طبعا هيبقى غالي جدا لحد ما يبقى يعني متوفر اكتر في السوق، بس بتهيألي يعني هيبقى معتدل. هما اخترعوا حاجات اقوى يعني كمان من كده كان سعرها كويس. فهو سعره كام؟ هو سعره 180 دولار، يعني تقريبا كده 3400 جنيه. طب ده اقل من التكييف العادي. بالظبط، يعني نص حصان، ما جابش ربع حصان. بعيدا عن سعره بقى اللي الناس ممكن تشوفه غالي او مش غالي، بس انا عايز اعرف رايك انت يا ساره، لو هو نزل النهارده في مصر هتلبسيه؟ البسه طبعا، لان خدي بالك من حاجه. احنا موقفين حياتنا الصبح تقريبا ومش عايزين ننزل الشارع ابدا، ودايما نقول انا هعمل المشوار الفلاني بس لما الدنيا، لما المغرب تدن، لما الشمس تتكسر. دلوقتي خلاص انا ممكن انزل اعمل اي مشوار واتمشى في الشارع براحتي، انا لابسه الجهاز وحاسه بتبريد. أيوه. ومش حاسه بالسخونيه ولا حاسه بالشمس، فالدنيا حلوه. انا موافقه جدا وانا هلبسه بعدك. انتوا ليه بس رايك في ايه وانا هعمله بعدك؟ تحبي انت تطمني الاول، انت انا عارفاكي يا لئيمه.